بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيد وصية المملكة، سيد وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، سيدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، سيدة رئيسة لجنة المعلوميات والحريات في بوركينا فاسو، سيد ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي والرياضة. الحقيقة كاين مشكل في قراءة هذه الكلمة، لأنه هذا التركيب كيلزمنا باش نبداو واحد مع الثاني ومع الثالث. وحقيقة حضوركم كلكم يعني في نفس المستوى وفي نفس التقدير. أعزائي الأطفال وحضرات السيدات والسادة الأفاضل، واش عارفين انتوما علاش هنا اليوم؟ هنا على كل على بال. عاودوها، ما سمعتش. هكذا بكل اعتزاز وتقدير يطيب لي أن أفتتح فعالية هذا اللقاء القيم، وأغتنمها فرصة لأعرض على فائق شكري للمساهمين والمشاركين في تنظيم هذا النشاط الذي ارتبط بمناسبتين هامتين: تحديد اليوم العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل سنة، وكذا تحديد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء المحتفى به يوم 25 نوفمبر، والذي يتزامن مع الحملة الدولية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وهي مبادرة مدتها 16 يوما من نشاط تختتم في يوم 10 نوفمبر الذي تحيا فيه مناسبة يوم العالمي لحقوق الإنسان. واش قلنا؟ مازال ما سمعت. أيها الحضور الكريم، لا شك أن تطور الفضاء الرقمي وما يسمى بعصر المعطيات الضخمة بيج داتا قد أحدث تحولا نحو الأفضل من تقديم الخدمات والفعالة وسرعة الاستجابة، لكنه أيضا أثر سلبا على الأفراد وبخاصة فئة الأطفال. فبينما يمضون وقتهم على الانترنت متصفحين للمواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمين لمحركات البحث ومنصات الالعاب والتجاره الالكترونيه ومستعملين لخدمات الخرائط الجغرافيه على الهاتف المحمول، في نفس الوقت يجري جمع بصمه رقميه عنهم مكونه من الاف المعطيات، وقد يتم نشرها او مبادلتها لتحقيق ربح أو استعمالها لاستغلالهم، مما يمس بسلامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم وكذا خياراتهم المستقبلية. ومعلوم أن جمع المعطيات ذات الطبع الشخصي والموافقة على جمعها واستخدامها معقدة أصلا على الكبار، فما بالكم بالأطفال الذين لا يعرفون الحقوق التي يتمتعون بها بشأن معطياتهم ذات الطبع الشخصي، ولا يعون الأخطار التي قد تنشأ عن استعمال هذه المعطيات ومدى تعرضها للضرر، ما يجعلنا جميعا أمام تحدي يضمن للمواطن عامة وللنساء الأطفال خاصة العيش في مجتمع رقمي بطريقة قانونية وصحية سليمة. شكون فيكم يشوف المقابلة نهار السبت؟ كلكم كورة يعني كورة، وش راك تقول لهنا؟ ها؟ تقول له؟ وش راك تجي تقول له؟ كون على بال. دونك ملي تشوفوا بونو نهار السبت غدا في العشية تقول له كون على بال. ما سمعش مزيان. هكذا. وفي هذا الإطار
أعلن اليوم عن إطلاق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمنصة الرقمية كون على باب لحماية الحياة الخاصة الرقمية ذات الطابع الإفريقي، بشراكة مع مجموعة من الفاعلين في هذا المجال الوطنيين والدوليين. أيها الحضور الكريم، هذه المنصة بوابة مرجعية نريدها مرجعية لتزويد المجتمع المدني وجميع المتدخلين بالأدوات اللازمة لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين وكذلك النساء، وتحسيس أكبر قدر من العموم بمخاطر المجتمع الرقمي وتداعياته على المجتمع والأفراد. وهي أيضا مدرسة افتراضية لرفع مستوى الوعي بمخاطر المجتمع الرقمي ووسائل الحماية والحقوق والمصادر المتابعة. ونحن اليوم نجد فخورين بهذا العمل المشترك مع مختلف شركائنا على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وندخل على الخصوص، وخصكم كلكم تفهموا أنه في اللوغو اللي عندنا هنايا عندنا اللوغو ديال سين دي بي وعندنا اللوغو ديال كون على بال، وفي هذه كون على بال راه كاين الجميع. كون على بال ماشي منصة ديال السنديكي، هي منصة ديال جميع المؤسسات اللي هتساهم باش تزود المنصة بالمضامين ديالها. وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومجموعة الأكاديميات الجهوية على رأسها أكاديمية فاس لفناس اللي وقعنا معها اتفاقية يوم الأربعاء، وأكاديمية الرباط سالة قنيطرة اللي كنشكروها لأن وفدها هذا النشاط قائم وحضوركم هنا منظم. المديرية العامة للأمن الوطني، جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، جمعية أمان، وعدة فاعلين بالمجتمع المدني. لجعل منصة كون على بال من بين المنصات الرائدة في مجال حماية الحياة الخاصة للأطفال والمراهقين والنساء، التي تعتبر من أوليات الهيئات العالمية لحماية معالجة معطيات ذات الطابع الشخصي، والمنضوية في جمعيات العالمية للخصوصية جي بي آ Global Privacy Assembly، من ضمنها اللجنة الوطنية لمراقبة معطيات ذات الطابع الشخصي، التي حجزت منذ أكتوبر 2021 مقعدا بلجنة تنفيذية مكونة من 8 أعضاء. وبهذه المناسبة نشكر على الخصوص حضور سيدة باسكال غولان سيغني، هي مكلفة بالتعليم الرقمي في اللجنة الوطنية للمعلوميات الحرية بفرنسا لكنيل، ومنسقة لفريق العمل الدولي حول التعليم الرقمي بمجموعة Global Privacy Assembly التي ربطوا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ديال الأطفال مع الموضوع. كما تطلع اللجنة بدور أمانة العامة الدائمة لشبكة إفريقيا لهيئات حماية معالجة معطيات ذات الطابع الشخصي، وتحضر معنا في هذه الفعاليات السيدة مارغريت ودغاوبو بوناني، رئيسة لجنة المعلوماتيات والحريات السين ببوركينا فاسو، التي ستقدم لنا من خلال مداخلتها رؤية من عمق إفريقي في مجال حماية معطيات ذات الطابع الشخصي. كما سيشاركنا عن بعد رؤساء وممثلين عن هيئات إفريقية لحماية معطيات ذات الطابع الشخصي بكل من السنغال والتشاد والبنا والنيجر. شكون هي الفرقة الوحيدة من إفريقيا اللي مازال كاينة في المغرب؟ دولة في إفريقيا. واليوم معنا الأفارقة خوتنا، نصفقوا عليهم. وشنو نقولوا لهم؟ كون على بال. هانتم بديتو تحفظوا شوية، مازال ما حفظتوش شوية، كنتقدموا. بداية هذه الكلمة كانت موجهة لفئة الكبار، والآن سأتوجه إلى ضيوفنا الأعزاء جدا في قلوبنا. أعزائي أطفال الحاضر،
نساء ورجال مستقبل. الإنسان مثل كنا تنسار في الشارع واش تمشي مزيان؟ لا، كاين مخاطر، كاين أشياء زوينة بزاف، اللي تمشيو المسرح، تمشيو السينما، تمشيو المدرسة، تمشيو نزورو الأقرباء، زوينة بزاف، ولكن كاين مخاطر. بحالاش؟ بحالاش؟ ما سمعتش. سرقة، احنا فيها. وكاين الانسان يمكن شي واحد يتعدى على عينيكم، وخاصة كأطفال، ياك؟ الانسان شنو خصو يدير؟ خصو يبقى على بال، دونك وين على بال؟ وبالنسبة للشارع الرقمي، الانترنت هو بمثابة شارع رقمي، ياك؟ شارع في افتراضي، شنو خصنا نديرو في هذا الانترنت هذا؟ خصنا نبقى على بال. إذن شنو غنديرو اليوم؟ اليوم غنعملو واحد المجموعة ديال المحاضرات، واحد المجموعة ديال التفسيرات، باش تفهمو غير الأول، ما نشرحوش كلشي لأن ما عندناش وقت، وخصنا نشرحو نعاودو نعملو دروس وكذا وكذا، ولكن بفضل الدعم والمساهمة ديال الوزارات بحال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبحال وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبفضل الأكاديميات الجهوية ووزارة التنمية الوطنية ووزارات أخرى اللي ينضموا بنا وفاعلين آخرين اللي ينضموا معنا، يمكن نزودكم بمعلومات اللي بقاو يكونوا عندكم شي سؤال ولا تطرحوا مع راسكم شنو غندير في هذه ولا هذه، غتقلبوا في المنصة واش شي واحد يمكن يعطيكم شي نصائح، ولا ما جبرتيوش خصكم تصلوا بنا باش تقولوا لنا راه هذا الشيء راه خاوي عندكم راه ما كاملش ودابا عافاك، تصلوا بنا وقولوا لنا راه هذا السؤال عندنا وجاوبونا ونجاوبكم. واخا باش نساليو الكلمة كون على بال، ولكن مرة يعني هذه آخر مرة عملوها زوينة. تبارك الله عليكم، شكرا.